نجدد صباحنا لكم مشاهدينا ولكل حدا انضم لنا فترتنا الصباحيه لهاليوم من صبح وبحر وزهل الليمون. وهلا مشاهدينا وصلنا لزاويتنا الحواريه الثانيه اللي رح نخصها بالحديث عن عمل الخير. لقد تتعدد اوجه عمل الخير في شهر رمضان وغيره، وقد فرضت الازمه حالات كان لابد من الالتفات لها لتنضوي تحت تقديم الخدمه الموشاه لعمل الخير. ولعل ما يقدمه دكتور نمير هتبع الأخصائي بالتعويضات العينية والترميم، لعل ما يقدمه في هذا المجال هو جزء من تقديم العون بشكل من أشكال العمل الخيري لأبطال الجيش العربي السوري، إذ يقدم التعويضات العينية لمصابي وجرحى الجيش العربي السوري، وهو من يقوم بتصنيع هذه التعويضات. تجربة مهمة لابد من إلقاء الضوء عليها، وهي فعلا موشاة بعمل الخير الذي اعتدنا عليه سواء في شهر رمضان أو اعتدنا عليه في ثقافة مجتمعنا السوري. يسرنا نرحب بدكتور نمير هتبة، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتور. هلا بداية كونه حديثنا عن التعويضات العينية والترميم، إنه شو المقصود فيها؟ بصراحة هو عمل حلو بس بنفس الوقت ما حلو، يعني ما حلو إنك تشوفي متصابين أوضاعهم بتكون بالأول مؤسفة مزرية، بس بعدين بيصيروا أشخاص طبيعيين بيتكيفوا مع المجتمع، خصوصي أنه بيكون عندك المريض الإصابة بالوش. يعني أنا مثل حضرتك عم بحكي معك هلأ، أكيد رح تطلع بعيونك الإصابة رح تكون بالعين. أغلب الإصابات العين هي الجزء الهش من الجسم، أكثر جزء هش وأكثر جزء معرض للإصابة لما بيكون عنا إصابات حربية. يعني هو المقصود بالتعويضات تعويض الجزء المفقود، يعني سواء بالعين بالاذن، نحن بنعرف حتى بالاسنان في تعويضات، بالانف، فيعني نحن كتعريف علمي بالبدايه. يعني هلا هو بما انه العمل نادر جدا بالوطن العربي اجمالا، يعني نحن نعد على الاصابع تقريبا يمكن بالميدل ايست كلها، بالشرق الاوسط هون ما في اكثر من 6 أو 7 اشخاص بيشتغلوا بهذا المجال، فما بتلاقي كتير حتى تسميات عربية لهذا الموضوع. نضطر نقول الكلمة بالكامل تعويضات، ما إلها حتى مصطلح. صحيح. هي مصطلحات أوروبية نشأت بالحرب العالمية الأولى، بلشت بهديك الأيام لما كانوا الألمان يحطوا نفس الأسباب وقت الانفجارات، كمان لوقت الانفجار لأنه بكون عندك ضغط عالي أول شيء كان يروح هو العين. فكانوا يعملوا عيون من زجاج. صحيح. عيون الزجاجية بالثمانينات والتسعينات منعت عالميا، ما عاد هذا الشيء موجود، ظلت كخبرة، ظلت كشيء، ما بعرف إذا بتحبوا أتطرق لهذا الموضوع. نعم. ايه كاستعراض يعني. تماما. ظلت هاي الشغلات بحرب العالمية الأولى والثانية، بعدين منعت لأنه صار الزجاج مؤذي جدا. واخترعوا شغلات أفضل. العاج كانت تركيبة رائعة، بمزجوها مع مادة الأكريل وبمزجوا هدول المادتين مع بعضهم وبيعطوا فيهم نفس الكواليتي، نفس الألوان، ولا بل أفضل حل. تمام. يعني هلأ طالما دخلت بالحديث معنا هاي الصور، وحضرتك أنت بتصنع العين وليس فقط أنه أنت بتركبها أو بتعملها. تمام. التصنيع. تمام. هلأ هاي هذا الجسم اللي هو تعويض العين. تمام. الجزء المفقود. إذا بتلاحظي عندك بالصورة على اليسار هيك بتبلش كقوالب، بتبلش القالب شفاف من أول العاج شي. تمام. لا القوالب ما بتكون عاج هون. بتصير عاج. تمام. العاج هو هذا اللون الابيض المأخوذ من العين اللي احنا بنرمم فيه، بعدين بنكمل عليه بباقي الالوان، والباقي كله رسم مثل عندك القزحيه. هي رسم، والالوان اللي بتنضاف كمان مثل الشروش والعين كمان عنا كمان. هاي كمان احنا رسم شو كيف يعني رسم المواد شو المواد رسم. رسم عادي. هلا المواد اللي بنستخدمها هي مثل البيبي البيوبي وال بيعطونا خلطات، طبعا احنا بنضطر نستوردها لانه هي ما موجوده هون. هاي الخلطات مثلا مثل اللون الاحمر ولون التوت البري اللي احنا بنقدر نحطه بالعدسه ما يأذي. يعني هاي الشغلات نقدر بنحطها. هذا عاج. هلا مثل هون عندنا بالصوره هاي الماده هي ماده عاجيه. هلا بتتكيف مع كل دكتور مع كل العيون؟ كل الاصابات. كل الاصابات. كل الاصابات. هلا في عندنا اصابات، يا ريت نحكي فعلا شو هي الحالات اللي تصلح الى الاستطبابات. يعني تمام. هلا نحن عندنا كثير، اكثر شيء نحن بيجينا الاصابات من الانفجارات مثل ما سبق وقلت لك، لما بيكون عندنا ضغط قوي اول شيء الضغط بيجي بياثر على العين.
تماما. فبيصير عندنا فقد بالعين. شايفه حضرتك هون، معلش مقطوعه حديثك، هون القزحيه، القزحيه بتنرسم، ما بيكون عندنا شيء، بيكون عندنا سطح املس ابيض شفاف. بنبلش نطلع على المريض وبنرسم شو بنقدر نشوف بالقزحيه، بنرسمه على العين لحتى تطلع عين المريض بتماثل عندنا عين الطبيعية. طبيعية. محاكاة للعين الطبيعية تماما. هي كتير هاي الحالة صعبة جدا، بتاخد معنا كتير وقت، مرات بتاخد 6 ساعات، مرات بتاخد 12 ساعة. طبعا عملكم تقريبا مجهري يعني. تماما. في عندي مجاهر حضرتك شرفتينا بالمركز، في عندي مجاهر عالية الدقة، في عندي مجاهر كمان، لكن في عندي مجاهر على شاشات يعني موصولة بمونيترز نقدر منحط، لأنه في مرات عندك مثل هاي الحالة مثلا المريض شوف الشروش كيف طالعة، شروش عينه ابدا. صحيح. عندي هون حاله الاصابه، هذا الشخص للذكر هذا عسكري من القوات، عندنا القوات المسلحه، اصابته كانت كثير، كان بالجبهه الاماميه وكان التفجير كثير قوي، لدرجه وقت الاصابه اضطروا يقطبوا العين الجفن العلوي والسفلي. بعد القطب لقم الجرح. بعدين فتحوا الجرح لانه طاب المريض بلش يصح، طاب المريض فتح الجرح، فصار عندنا شكل غريب ما عاد تركب عليه العين الطبيعي، العيون الجاهزة أو اضطرينا نعمل له قالب، كمان قالب خاص ضلينا نحفره، هذا حفر على الإيد كلها يا طولة، طلع معي يعلق مثل 2 ميلي فقط من فوق و2 ميلي من تحت، وقدرنا نركبها من جوا لتقدر تحرك شوي. يعني هون أنتوا معناها في قياسات، يعني مثل لما سألت كريم أنه كيف الحالات وبتختلف، يعني كل عين إلى بدك يكون في قياسات كل محددة كل وشكل كل يعني عين. وين اللي رايح مثلا بدك صح تعبي تماما. هذا هو الفكرة. كل مريض بيجي لعنا، كل مريض بيجي لعنا له حالة خاصة، كل مريض هو دراسة خاصة، كل مريض وخصوصي بهالأيام. كان من زمان الإصابات تكون يعني مثلا مريض معه كانسر، مريض معه سرطان، مريض معه يتوجب الاستئصال، أو مريض إصابة مثلا ونقل إثراء على المشفى يتوجب الاستئصال، يجي الطبيب، طبيب المناب وهو طبيب عينية، يقعد ياخذ وقته يركب العين، يركب الكرة السيليكونية، الكرة السيليكونية تكون جاهزة، يقعد يشتغل بهدول المراحل واحدة واحدة لحتى يوصل لنتيجة المطلوبة، نتيجة مطلوبة للمريض. فالمريض يطلع من عنده يجي لعنا اللي هي المرحلة الثانية، يجي لعنا على المركز، يفوت على المركز، ناخذ نحن هي كمان قسم هلا بنحكي فيه، يجي لعنا على المركز نبلش نحن ناخذ القوالب بطريقة سهلة، وفي مرات تكون قوالب حتى أنا أشغل 4 أو 5 مرضى مشابهين له، ركب له القالب اللي قريب له وقعد اشتغل بسلاسة. كيف تتثبت بالعين؟ يعني هي توضع داخل هالمحجر تماما. هي كيف تتثبت؟ فعلا هي تنوضع داخل المحجر، هي الحجرة العين بتكون مزالة أو مزال جزء منها أو مزال 3/4 الأقسام حسب كل مريض. بدي بقول لك وقت الحرب هي من شان اللي عم بتصير علينا بهالايام، عم بتكون الاشخاص اللي عم يساعدوا جرح الجيش يا اما ما عندهم اختصاص عينيه، يعني ما عندهم بهالمجال، يعني هن ممرضين او شيء، بدهم يساعدوا، بدهم يوقفوا النزف، عنده نزف هلا المريض مصاب، وعندي عندي بدي بسرعه لاقي له حل جذري. كيف بدي الاقي له حل جذري؟ انه بدي اقطب. ايوه هون بقى نحن صار عملنا معقد. انه قطبوا العين كلها يمكن كلها هيك؟ فهون بقى بصير العمل معقد، بصيروا الاطباء يتصلوا معنا او نحن نتواصل معهم او بصير حلول تانية لحتى نقدر نعمل. اذا بتلاحظي ما في وحده شكل الثاني. صحيح طبعا اختلاف عندي كل وحده عندنا حاليا المئات تماما. عندنا المئات من هالاشكال، اشكالهم كثير غريبه، مثلا مثل هي كمان، هيدي لاخ مقاتل هون، ما العين كانت مقطبة كلها بالكامل، فاضطرينا كمان فتحنا وردينا حطيناها بطريقة مصغرة لنقدر نماثل بين العينتين. قد ايه تاخذ معك الوقت؟ حضرتك بتبلش من 16 ساعة شغل، 16 ساعة شغل، مرات بتاخذ 36 ساعة عمل متواصل بهاي الشغلات. هي اوروبيا وبرا، بريت القطر هون هي بياخذوا مبالغ بتخوف. بس انتوا عندكم عم بيقدمها بالمجان، بالمجان يعني مع جمعيات خيريه، الجمعيات الخيريه بتتكفل بالتكلفه الماليه للقيمه المواد
لانه بتعرفي هيك شغلات حضرتك ما رخيصه، بتكلفنا مواد، يعني استجرار العاج، العاج معروف قد ايه استجرار غالي. المواد لما بنطلبه وما في شركتين بس بيعملوه تقريبا بالعالم اللي احنا بنعرفهم، يعني اللي انا بتواصل معهم، في شركه بريطانيه وفي شركه امريكيه بس بيشتغلوا بهالشغلات، اللي بقدر اتواصل معهم ليأمنوا لي هاي المواد وبدنا اياها بالسرعه يعني بالسرعه الممكنه، غالبا بيجونا دي اتش ال، بيجونا حسب التركيبه لانه نحن بنطلب تركيب معينه، كل وضع معين، كل حاله تستدعي تركيب مواد تمام. فنحن لما بنأمن هاي المواد بتجينا، مثلا انا بعرف عندي المرضى مثلا مثل ساوث افريكا، مثلا افريقيا غالبا التركيب العاجيه بتكون مائله للبنيه لانه بياض العين مثلا لون مختلف، عندك الصين لون بيروح على اصفر. بدها دقه بالموضوع لا تاخذي فكره، بس عندنا اللون الابيض هو 36 لون صحيح اللون الابيض هذا حاليا نحن يعني بشهر رمضان، ويعني الماده بعنوان لعمل الخير اوجه متعدده، يعني هذا الحقيقه وجه كثير كثير مهم ومشرق، والحقيقه فرضته الظروف. نعم. لانه اليوم انتم عم تركبوا هاي التعويضات العينيه لمصابي وجرحى الجيش العربي السوري بشكل خاص طبعا، وبالحالات العاديه لاي حاله يعني تمام. مماثله تمام. لكن بجوز طبعا نحن هلا نتيجه الحرب عم بيصير انه للاسف شبابنا عم بيفقد عيونهم، صح، لكن الحالات العاديه ممكن ضمور، ممكن شو الحالات طبعًا المرضيه يعني اللي ممكن تستدعي مثل ما قلتي حضرتك، ضمور او اصابات عند، او في ناس في اطفال بتصيبهم عند الصغار بيتعرضوا لحادث، بيتعرضوا لحادث طبعا، وفي طبعا بيخلق المريض بهالحاله، يعني بيخلق مريض مثل ما بيقولوا هلا لما بيخلق مريض العين موجوده بس فيها عله، ما بتركب فوق العين يعني، ما شرط انه الكل يكون مقلوع عن العين، يعني بتركب فوق العين، نقدر بنحفيه عندنا ماده اسمها الرابر سيليكون كمان، هيدي الحلو العلم ما بيوقف بمحل، ونحن دائما بنحاول نلاقي الحلول. يعني نحن عندنا حتى بالمركز بهدبل البصريات ما بنترك المريض، يعني لما حالة ما بتزبط معنا هيدا دائما بيصير بكل الدول اللي بتتعرض لحالة مثل اللي عم نتعرض له نحن، دائما بدنا نحاول نفكر. مثلا أنا كنت بأوكرانيا لما تعلمت، أخذت الهاي سكول لما عملت الشهادة الاختصاصية بهذا المجال، انفجار تشيرنوبل اللي صار عندهم خلق من هاي الحالة البيئات، الحاجة أم الاختراع تمام. دائما فصاروا الأوكران يتميزوا كمان باختصاص، أنا درست فترة بجامعة إيطالية معهد العالي للبصريات الإيطالي، درسنا البيزكس الأساسيات اللي أساسه اشتغلت أنا بالألفينات بعدين بقى بتجتهد على حالات تمام. بأوكرانيا كان المجال مختلف تماما، يعني مدرسة أوروبية ومدرسة أوكرانية، مدرسة مختلفة بس نشأت نتيجة حاجتهم وظروفهم، فصاروا يلاقوا حلول كتير حلوة وكتير مبسطة لشيء أنا كان ياخد معي وقت كثير بأوروبا. يعني مثلا لتوصل للمرحلة الخامسة بأوروبا كنت أخذ معي 3-4 ساعات زيادة، الأوكران لاقوا له بساطة أكثر إنه لا اعملها هاي ليش لا تعمل، عرفتي كيف اللي صار عندنا نفس الشيء هون. تحكي انه ممكن تكون رابر محل العاج، يعني شيء مطاط محل العاج بيجي خلفي حضرتك، بيجي الرابر ورا العدسة، مثلا عندي إصابة حربية ضالع عندي المريض ضالع اللي عنده طلق ناري، شظايا طلق ناري، طيب هذا إذا حط القطعة العاجية بده تعمله التهابات التهابات ووجع مؤلم. الحلو فيهم انه دائما شبابنا اللي عم يتصاوبوا عندهم قوة إرادة ما معقول، يعني أنا أذهل أول شيء عندهم بساطة وطيبة قلب، لأنه وأنت بتاخد طاقتك منه لتقدم الشيء الأحسن. عن جد فعلا أنا لما بيجيني شخص أول شيء قلت له للست هذيك المرة أنه الشيء المؤسف الموجود عندنا هو ما عندنا ثقافة الموجودة اللي شو بيقولوا لها ثقافة إنه الطفل أو الشخص يقدر يتعامل مع شخص مصاب، ما في عم بتلاقي بيقوله عمو ليش عينك هيك، يعني أنت بتعرف قديش المأساة اللي وصلها الشخص لحتى بتحسس من هذا الموضوع، بتحسس كتير لأنه أنت عم أول ما بتطلع فيه ما بتقول له صباح الخير، بتقول له ليش عينك هيك، لو إنه إيده كان حط ايده بجيبته، لو انه اجره كان واحد اول ما بيحكي بالعين بتطلع بعينه. فدائما المصابين بالعين عندهم عقد نفسية بهذا الموضوع، جرحانة عم بيستقبلوها بشكل رائع. قبل
الأزمة اللي نحن فيها حضرتك كانوا شكل وهلأ شكل ثاني. هلأ لما عم قابل جرح الجيش عم بتطلع فيه للشخص إنه صباح الخير كيفك، مو هذا الأسلوب اللي أنا لازم أحكي معك فيه، لأنه جرحى كانوا قبل أو ما متصاوبين بعيونهم من قبل كان يجي ويخبي عينه. أيوة. ويكون لابس لفحة يا دكتور نحن هو بتكون متشرف بالموضوع تمام صحيح. بس هذا ما في مبالغة يعني رخيص تمام. فما بالك أنه عينه بيقلك فما في مبالغة بالموضوع. هذا الشخص أنا بهالحالة لازم ساعده. لما فتنا بالرابر سيليكون، لما فتنا بهاي المادة، الرابر سيليكون هو مادة تنحط دائما، كانت تنحط للعدسات كتصنيع، يعني هي بتنعمل المادة بتنعمل للبروتست بتنعمل بشكل كامل. بس شو كانت مشكلتها؟ كانت مشكلتها أنه بتضاين لمدة عام واحد وبتنكب. إحنا شو عملنا عنا بالمركز؟ صرنا نحطها ورا. أيوة. بتضاين لعام واحد بيتحملها المصاب لأنه هو في شظية تمام. بس الخلف الأمامي هو عاج. أيوة. فالعاج عمره 20-23 سنة، هذيك عمره نعم. عرفتي كيف اللعبة؟ هذا نتيجة. طيب نحن بدنا نحكي عن النتائج، واللي هي بالأخير لما عم تركبوا هاي العين طبعا هي ما إلى وظيفة رؤية، إنما هي تعويض كشكل. لكن ما بعرف شو هي ميزاتها، وبتصير قريبة كتير لشكل العين. نحن الحقيقة انت اعطيتنا صور بس لقساوه يعني قبل وبعد تمام. ما حبينا من الصبح يعني عري. نعرض هاي اللقطات يعني اكتفينا بس بنحكي عنها، لان بين شخص ما عنده عين عم يشوف انه العين كتير قريبه الى اي حد. النتائج نحكي عنها بالنسبه لحضرتك لحالات جرحى الجيش، النتائج عم تكون بتواصل 80-70-80 مرات ل 90% و100%. مثل بيقولوا ما في غير الخالق هو اللي بيقدر يعمل هذا الشيء، يعني نحن شو ما حاولنا ما رح نحن بنعمل نقدر نعمل تماثل رضاء المريض. بس طلع رضيان وانا كنت رضيان، يعني حاولت كل جهدي وكنت رضيان، وهو طبعا اكيد ابتسامه على وشه مثل ما ملاحظه انت الصور 60-70 صورة موجودين كانوا كله طبعا مبتسم من جوا، يعني ما ضروري الابتسامة، رضيان صحيح. هذا اللي بدنا نوصل له، رضاء المريض. هو بيعرف حالته وأنا بعرف عملي، أنا بعطي أقصى ما يمكن، هو بياخد أقصى يعني أقصى ما بيفكر أنه موجود. دائما هن بيفكروا شيء بيحصلوا على أفضل. يعني هو دائما المريض بيجي لعندي بيفكر أنه ياخد شغلة معينة، عم ياخد الأفضل منه. فعم يطلع يعني إن شاء الله رضيان. وأنا بتمنى يعني أي مريض كان عندي بالعشرة 15 سنة الماضين حاسس انه ما في رضا حاليا يرجع لعندي، اي شيء انا جاهز وموجود دائما لمساعدتهم. بس ما بس هيك، نحن ما بس الجرحى الجيش، نحن بنعمل معهم شغلات احسن. احنا بنوثق حلو، احنا بنوثق. لما بنوثق بنعطي للمريض مصداقية اكتر، نعطيه كتيبات، نعطيه شرح لحالته، نشرح له من حالته من اول جلسه. يعني اول جلسه بيقعد معي المريض انا بشرح له عن الحاله تبعه وبقول له اخي احنا رح نمشي 1-2-3، عندنا خطوات بدنا نمشي فيها، بدك تتحملني، بدي اتحملك. في استجابه رائعه، يعني في شيء مذهل من الشباب عن جد. انا يعني مثل بقول له برفع لهم الشابو انه يعني اللي قاسوا بحياتهم من وضعهم ما رح اوقف عليه انا بساعتين صحيح. شغل بس مع هيك يعني انا عم شوفه قدامي. اغلب الشباب متصاوبين هن الجبهات الاماميه، صح. ما رح يكون حدا قاعد ببيته ويتصاوب هيك إصابة. صح. نعم. طبعا بيمارس حياته بقى طبيعي، بيغسل وجهه، بيغسل وجهه، يعني بيصبح العين بتتحرك. هذا الحلو. بتتحرك اللمعة. هلأ نحن اللي بنعملها بطريقة 3D، يعني العدسة بالشمس شكل تفتح مع لون العين، لأنه هي طبقات. نحن بنعمل بتأثر الشمس على يوم؟ لا أبدا رعاج، بتفرق رعاج. صحيح. الأحلى من هيك إنه العدسة بتكون عنا طبقات، يعني العدسة ما بنعملها مثلا، العدسة إحنا بنعملها الطريقة مثلا لنروح الطريقة الأوكرانية هي المسح، أو الطريقة الهندية أو الطريقة هي مسح العدسة، هي صورة تصبق هي القزحية. الطريقة الأوروبية لا، العدسة بتنعمل كطبقات 9 أو 10 طبقات مثل قزحية العين الإنسان صحيح. نفس الشيء قزحيتنا هي مرممة فوق بعضها لتطلع طبقات. هلأ أنا ما بكون قاعد تحت الإضاءة هون بتكون لون عيني عسلي مثلا فاتح، حضرتك شهل. لما بطلع بالشمس شكل، لما بطلع بفوت على الإضاءة تمام. الداخلية شكل تصغر الحدقة نعم. تماما، وبتغير لون القزحية، اللون العسلي اللي هو فايت له ألوان. نفس الشيء بيصير بالقزحية اللي احنا مصنع عنا بالمركز. حلو. نفس الشيء اللي بتدمع تماماً. هي معقول بتدمع؟ ليش بتدمع؟ من وين تجي بتدمع؟ لا هي حضرتك العين الطبيعية بتدمع بس بيكون عندنا المجاري الدمع
شغاله بس ما بتكون بدها تدعيم وبتكون عم ترسب غلط. فنحن لما بنعمل التصنيع، لما بنعمل العدسه البروتاستيك الصناعيه، لما بنحطها على قالب عينه بناخذ مجرى الدمع نفسه اللي بالعين الطبيعيه، وكيف مجرى الدمع صاير عنده بننزله من نفس المطرح. فهو بدل ما ينزل دمع من هون بصير ينزله عنده. تمام. اخر يعني فكره بدنا نقول، مين الجمعيات اللي انتم وياهم عم تتعاونوا لتقديم التعويضات لابطالنا؟ احنا عندنا بمركز هدبه، عندنا بتعرفي حضرتك عندنا سكشن كامل للنظارات، كل شيء بيتعلق بمجال العين، العمليات الجراحيه، الساد، المي البيضاء وهالشغله، والنظارات الطبيه. بنحاول دائما بالوقت الراهن نتمدد بالتعاون مع كل الجمعيات. بس في كان عندنا اول شيء جمعيه البستان الخيريه. جمعيه البستان كانت تقدم بشكل عام لجميع المرضى. يعني انا واصلني لحالات ما لهم علاقه بالجيش، مصابين عاديين كانت تساعدهم. راح لنا هلا صار عندنا جمعيه، في عندنا جمعيه البستان صارت تتخصص بمجالات اكثر، عم بتساعد لهلا، عم بتساعد ما انه شو اسمه. في عندنا جمعيه رعايه الطفوله والمراه، في عندنا جمعيه الوعد الصادق، جمعيه رائعه جدا تتخصص بمساعده جرحى الجيش. تمام. ست لينا يعني بتعمل مجهود رائع، يعني بصراحه يعني حبابه لدرجه انه بتخجلني. في ناس اللي عم بيكونوا معنا بالجمعيات لطيفين بشكل انه بتتصل فيني بتقلي شو صار في المريض الفلاني يوم الفلاني. نعم. وهذا الشيء كمان كويس، مرتاح، مبسوط. نعم. يعني هذا الشيء اللي نحكي انه عن الابعاد الانسانيه طبعا والوطنيه لهذا العمل. تمام. بتخلق، يعني انا اشتغلت عشرات وعشرات الاصابات. المصاب لما بيكون جاي لعندي خلص يائس من الحياه، يعني واصل لمرحله انه رضيان باللي صاير فيه وخلص. الحلو بعدها انه كثير منهم رجعوا لمواقعهم، ساحات القتال كثير اعداد كبيره، انه خلص انا مثلي مثلك، انه شو ناقصني. تعافى خلص انا بدي ارجع. مع انه بتعرفي حضرتك انه هو فينه يوقف وياخذ تعويض والدوله بتمنحه تعويض الاصابه وبتعطيه نفس الراتب تقريبا وبيكون شهيد الحي وبعيش احسن. صحيح. يعني لا، هو بده يرجع. هو بده يرجع وبيرجع وهو واثق. ليش؟ لانه انا اذا صار لي شيء في ناس جنبي. تمام. حلو. هذا زاد الامل يعني. تمام. فانا انا تصاوبت بس انا ما صار لي شيء، انا رجعت. في عندك الشغلة الثانية اللي كتير حلوة بهذا المجال، انه عم تتخلقي شيء بالناس، يعني ايمان انه نحن عم نقدر نتابع الحياة مثل اي حدا تاني بعد ما كنا لفترة فترة الإصابة فقدناه. حلو. وما في شيء مستحيل. ويعني عن جد عمل كتير مهم طبيا وإنسانيا وطنيا، طالما أنه كمان هاي الحالة استدعت اليوم يعني وجود هؤلاء الجرحى والمصابين من أبطال الجيش العربي السوري، ومن أيضا المدنيين جراء التفجيرات اللي فقدوا عيونهم. الحمد لله دائما سوريا بكل أوجهها تقدم عمل الخير حتى بهاي المجالات الطبية، ونحن شفنا قديش أطبائنا بهاي الفترة يعني بكل أنواع الجراحة قدموا كل إبداعاتهم الطبية لإنقاذ مصابي الحرب وإنقاذ جرحى الجيش العربي السوري. بارك الله بكل جهودكم، بكل من يقدم الخير، وقد قدمنا وجه من أوجه الخير في شهر رمضان من خلال عمل دكتور نمير هدبة في التعويضات العينية والترميمات، وممكن بحلقات قادمة نحكي عن ترميمات من نوع آخر بالأذن بالأنف، لكن اليوم عم نخص مصابي الحرب. شكرا جزيلا. شكرا لحضورك. شكرا معنا. بالعكس انتو ساعدتوا كمان هلا. أي شيء بيصير بهذا المجال، أي كلمة بتنقال لأي شخص معنا هون بالقطر وبسوريا بحاجة لهذا الموضوع، تنشيط لهذا العمل، هذا الشيء شيء مذهل ورائع. أكيد. خاصة كنت عم تقدموا بي. شكرا لك. نعم. شكرا. أهلا وسهلا فيك.